سلامك شمي. أشوف لي ثعابين تحت فراشي، اثنين وبيدي عقرب. أيوة، الرابع. ما في رابع. نعم أخي، أتي بالزوجة الله يطول عمرك ويحفظك. لا عجبة. إيه عمرك 34، الله يطول عمرك. إيه ربنا يديك الصحة والعافية. أنت يعني أنت الله يطول عمرك، أنت يعني أنت عندك سيارة؟ أيوة عندك بيت ملك؟ أيوة ما شاء الله تبارك الله. يعني قبل تبشير الرؤيا، يعني الرؤيا فيها بشارة عظيمة لك، لكن قبل تبشير الرؤيا يعني تسمحي لي أتقدم لخطبتك من على هذه المنصة الطيبة المباركة لنسعدك سعادة يعني ما تجدينها مد ولدتك أمك، يعني حتجدين السعادة في كل مكان في كل لحظة في كل دقيقة. شلون يعني تخطبني؟ يعني أتقدم لخطبتك يعني عن طريق ولي أمرك، يعني ترسلي لي عنوان ولي أمرك وأكلمه وأخطبك منه. يعني الحين أنت البشارة ولا مين؟ لا 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 مو لا ما هو أنا يعني ما لها علاقة في التبشير، أنا بس يعني أتقدم مباشرة لخطبتك. أنت متزوج يعني؟ أنت متزوج ضيف؟ أنا متزوج وريدنا عدد، الله يحفظك ويطول عمرك. يعني بس أنا ما أقبل بالتعدد. إذا ما تقبلين بالتعدد حتى تعشين، يعني التعدد هو مصدر سعادة لك. ليش أتعس؟ يعني لا حتشقين، يعني أنا أقول إن شاء الله أنك ما تشقين، لكن يعني أنا أشوف أن التعدد أن مصدر سعادة جيد لك، لكن إن شاء الله أن الله يسعدك بتسعدين يعني، لكن هذه فرصة من الفرص فاغتنميها الله يطول عمرك مع هذا الصباح الجميل اليوم الاثنين. كم متزوج؟ نعم كم متزوج؟ والله أني عندي 3 أرقام شواغل، ما يعني باقي 3 أرقام شواغل، ودي يعني لو تحطين أنت يعني يصير عندي رقمين يعني مسدده لكان احسن. وفي بيتك يعني اذا تتزوجين وتجلسين في بيتك ما عندك مشكله. انت وين؟ يعني تخشين معي في البيت، تجين معي في بيتي حياك الله. يعني حياك الله. ليش وين انت منطقتك؟ والله اني متنقل، لكن منطقتي يعني مطخفه بين اقع بين الرياض وبين القصيم، في منطقه ريفيه، في منطقه ريفيه جميله جدا، يعني عباره عن يعني قريب مني. انت من فين انت الله يحفظك؟ انا من قريبنا ضخفه، من عند دخنه والقصيم. بس 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 احلى واحلى، وصلتي على خير. ابوك حي؟ لا والله الوالد متوفي. ولي امرك من الله يحفظك ويطول عمرك؟ ولي امري الله عز وجل. لا يعني كلنا ولي امر الله، لكن انا اقصد يعني لي ولي امرك على اساس يعني لا تكتمل الخطبه الا بولي الامر، يعني اخوك عمك خالك. ما تكمل ما لا اذا ما في ولي امر لك يعني من المحكمه مباشره. النظام الاول ما ادري او تغير ولا لا، ما ادري تغير هو النظام الان، يعني المراه يعني مباشره يعني بدون ولي امر يعني يوقع عقدها عقد النكاح. ما ادري والله ما ادري، يعني اعرف النظام الاول يعني أن لازم يكون هناك ولي امر اذا يعني انت من المحكمه مباشره نوقع العقد، يعني ما عندنا مشكله. اوكي ما هي مشكله. ايش رايك موافقه؟ ما ادري بشوف. انت وش تشتغل طيب؟ أنا يعني والله راعي غنم، أنا راعي غنم، راعي غنم وعندي دجاج وعندي حوش فيه صوص وصغار وفيه. طيب وش مؤهلاتك العلمية؟ مؤهلاتي معي أول ابتدائي، القراءة أقرأ أخمها وأختيها. حرام عليك، أنا ما قد أدرس فيك. والله نتعلم منك يا الله يطول عمرك، لما نتزوجك في غضون 6 شهور حنكون يعني اكبر من المتعلمين، نتعلم منك اللغه الانجليزيه، نتعلم منك المبادئ، نتعلم منك كل شيء جميل، لانك انت جميله وربي حاليك. طيب ما هي مشكله، زين ايش صار على حلمي؟ حلمك يعني حلمك بالنسبه لحلمك الله يطول عمرك رؤياك توكد ومبشر لك باذن الله بزواج وذريه قادمه لك. عقارب وديبان ذرية؟ عقارب وديبان، الديبان هذه هي ذريتك وسلالة ذريتك القادمة، ذرية طيبة. العقارب ترمز إلى آلام بسيطة عندك يعني حتتجاوزينها، يعني ربما التهمات بسيطة وحاجات بسيطة حتتجاوزينها، يعني الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية من فقرة الظهر. طيب صدق حبيتك أنا. الله يحبك، لأنك أنت إنسانة محترمة، يعني ما تحبين إلا إنسان طيب وأنت طيب. زين ما هي مشكلة.
خلاص يعني انا يعني اعملي لي اضافه وارسلي لي يعني ارسلي لي يعني اي شروطك ارسليها لي على سواء على السناب وارسليها لي على او على البرنامج هذا باذن الله. طول عمرك، طول عمرك انت، طول يعني عمرك تقريبا يعني تقريبا يعني تقريبا يعني في حدود ال 60 62 يعني مقبل على ال 70، لكن يعني باذن الله كل شيء 100 100 يعني بالنسبه للماكينه نظيفه يعني وكاله كل شيء وكاله والحمد لله يعني كل شيء شد بلد ما غير شيء ما وضبت ما غيرت اي شيء الحمد لله ما استخدم يعني ما استخدم يعني استخدم يعني مركبات اخرى كل شيء طبيعي كل شيء من الطبيعه. طيب اسمع انا ما في لي انا اوكي ما يخالف انا ابي لي 61 ما عندي مشكله لكن ابغاه متفتح ومتحضر يعني يعني انا متفتح ومتحضر يعني ابغاك تسافر معاي فاهم علي؟ ابد بسافر معاكي لو تبين المريخ وتلبس عادي شورتات اسافر معاكي وتلبس معاي شورتات عادي وتجلس مع صديقاتي نبس يعني مباح مباح اي شيء تبين يلبس البس زين ما هي مشكلة يصير خير إن شاء الله. الله يسعدك والله العظيم إني من صوتك إني ارتحت لك لأنك إنسان يعني إنسان واصل ويعني كاملة المواصفات الكاملة وجه الله خلق أدب كلام منسق يعني يدل على إنك إنسان يعني متعلمة وإنسان راقية راقية وربي حيوفقك حي يعني حتكون